مؤسسة توحيد التنمية والإغاثة تقوم بتوزيع الحصص الغذائية التي قامت في تقديمها لنا رابطة أبناء الشام التنموية. الحصص الغذائية التي سوف تقدم للمجاهدي لوقت توحيد الذين أصيبوا واستشهدوا على الجبهات. نقوم بتوزيع الحصص الآن على الفوج 13 التابع للواء التوحيد قطاع كرم الجبل. معنا أحد المجاهدين المرابطين في قطاع كرم الجبل. لكم جزيل الشكر والشكر الخاص لشركة رابطة أبناء الشام التنموية. شكرا جزيلا لهذه المعونات المرسلة إلى أبناء الشهداء والشهداء المرابطون في قطاع كرم الجبل. شكرا. جزيلا كل الشكر لرابطة أبناء الشام التنموية. توزيع مؤسسة توحيد التنمية والإغاثة تقوم بتوزيع الحصص الغذائية على شهداء والجرحى الذين أصيبوا واستشهدوا في من الفوج 13 التابع للواء التوحيد المرابطين في قطاع كرم الجبل.